كثير من الأهالي بيعانوا من تأخر النطق عند الأطفال، ويمكن ما بينتبهوا أنه في مشاكل تانية إن كانت بالسمع وبالإدراك وفي سلوك يمكن بيكون مشتت الطفل. رح نحكي عن تأخر النطق، رح نحكي كيف فينا نلاحظ على أطفالنا وبأي عمر أنه عنده تأخر بالنطق ولازم نلجأ إلى المختص بموضوع النطق. رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع ونتعمق فيه مع الأستاذة ولاء الحسن، اختصاصية في علاج النطق وتقويم الكلام. أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. لا العيد مرق، بس بدنا نقول لك اكيد كل عام وانتم بألف خير. ساعتنا باسبوع الاعياد اكيد. تسلمي انت بألف خير يا رب، ينعاد عليكم. وعليك يا رب. ولا خلينا هيك نحكي بدايه عن الاطفال، بأي عمر نحن قادرين اليوم نقول انه انا ابني عنده مشكله بتاخر النطق والمفروض اليوم انا الجا لحدا اختصاصي؟ تمام. هلا بالنسبه اليوم لموضوع اضطرابات النطق والكلام عند الاطفال، هي عم تكون كثير مشكله شائعه عند معظم الاهالي اللي هنا دائما عندهم هذا السؤال، انه انا ابني امتى بده يحكي بالعمر الطبيعي وامتى بده تبلش يصير عنده مفهوميه بالكلام. خلينا نحكي نحن على فكره انه التطور الطبيعي للطفل هو في مثل سلم او مراحل تطور طبيعيه بيمرق فيها الطفل. الاول شيء نحن بدنا نقول انه الطفل ببلش بالتفوهات الاولى من مرحله المناغه، من لما بيكون عمره بالشهرين والاربع شهور ببلش بنشوف انه هذا العمر الطبيعي لا انه يبلش الطفل يطلع اصوات المناغه. بعد هيك بتتطور هي الاصوات بالست شهور، تصير اصوات بنسميها اللعب بالقناه الصوتيه، بتصير تطلع اصوات صوامه البابا ماما، هدول بتصير مقصوده على عمر 8 شهور. لنشوف لمرحله عمر السنه ببلش الطفل فعلا ببلش بيحكي بكلمات كلمه كلمه بتكون مختصرة ولكن هو بيستخدم فيها الكلام. هلا نحن امتى بدنا نقول انه الطفل انه اكتسابه سليم وصحيح؟ دائما لما بنشوف انه المراحل اللي عم يمرق فيها الطفل طبيعي، فبنعرف انه كل مرحله بتطور المرحله اللي بعدها. اي تاخر باي مرحله من هي المراحل نعرف انه في تاخر فيما بعد. هون لازم تكون ملاحظه الام موجوده، يعني مثلا حتى مهارات التواصل عند الطفل. يعني احنا ما بدنا بس نقيس على مستوى انه الولد شو عم يحكي، نحن بدنا نقيس يا ترى الطفل بيرد علينا، بيفهم علينا شو بنحكي، بيستجيب لاسمه. كثير في اطفال بنشوف لعمر السنه هو ما بيرد على اسمه، احيانا هي عم تكون اول علامه اما لمشاكل سمعيه او لمشاكل انه مثلا اذا عندنا اضطراب طيف التوحد بنشوف الطفل عم يتجاهل الاصوات، عم يتجاهل الكلمات من حوله، بالاضافه انه هو حتى ما بيرد على اسمه والاستجابه للاسم. بالاضافه نحن بنشوف انه اذا كان عندنا مشاكل ثانيه، مثلا ما تطور عند الطفل مهارات التواصل انه يرد يستجيب ينفذ اوامر، يعني تلاقي الام نسال اول سؤال لما بيجوا لعنا انه ابنك متاخر بالكلام، بس سؤالي لك انه هو بيفهم عليكي؟ يعني انت اذا اعطيتيه مجموعه من الاوامر هو ممكن يستجيب ولا ممكن يتجاهلك؟ هون نحن بنبلش بقى بعملية التشخيص. بس الأم لازم تكون متابعة مراحل التطور الطبيعي عند الأطفال بمراحل تطور الكلام. إمتى بتكون ملاحظة واضحة؟ لما نشوف عمر الطفل صار عمره سنتين وهو بعده بيحكي، إما ما بيحكي أو بيحكي بكلمات قليلة كتير 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 مختصرة، لأنه نحن عمر السنتين هو عمر الجملة، فبتكون جملة من كلمتين، بدي أكل بدي أشرب، وهي اسمها الجمل الطلبية. تماما. أستاذة آلاء، في كتير من الأطفال بيحكوا ولكن يعني بعد فترة بيوقفوا حكي، هاد فينا نشمله ضمن اضطرابات يعني تأخر النطق أو فينا نصنفه بتصنيف تاني؟ تمام. نحن بنشوف تطور الطفل بالكلام إذا كان عم يتناسب مع العمر اللي هو وصل له. إذا وقف عند الطفل عن مرحلة معينة وما عاد تطورت كلماته، فهون أكيد بده مراجعة لنشوف، لأنه أحيانا حتى اليوم في نوع من أنواع اضطراب طيف التوحد يلي هو بيخلي الطفل كان بيحكي ونلاقي دهورت مهارات الكلام، أو ممكن حالات غيرة من أو حالات نفسية. تمام. أو حالات نفسية ممكن نشوفها، أنه تعرض كمان ممكن لضغط نفسي، ممكن تعرض لأزمة نفسية. هون نشوف الطفل توقف عن الكلام وما عاد تطور كلماته وبيلجأ لأسلوب الإشارة، ببلش بيستخدم مهارات الإشارة. الغيرة إذا في بيبي صغير بالبيت برجع على الهاي وعلى إيه، هو مو بس بالكلام بيصير بيقلد أو بيتقل مهاراته، ممكن نشوف حتى إنه بكل المهارات الثانية بتلاقي عم يرجع لمستوى أقل من عمره. تمام. خلينا نروح هيك نشخص أكثر الأسباب اليوم. شو الأسباب إن كان في والوراثي اليوم تلعب دور؟ إذا كان حدا بالعيلة بيقولوا لك إنه مثلاً كان جده أو كان خاله عنده هاي المشكلة، بس في ما بعد إنه مش حال. إيه. هلا الأسباب، أول شيء طبعاً إحنا دغري بنقول إذا كان عندنا مشكلة سمعية فمشكلة نقص سمع، فأكيد نحن عندنا حيتأخر الكلام وتتأثر عنده الأصوات. إذا كان عنا نوع من أنواع الإعاقة أكيد حيكون عنا تأخر بالكلام. إذا كان وراثة حدا من العيلة من الطرفين عندهم تأخر بالكلام بيتأخروا لكن بيحكوا. هي في كتير بعدين في كتير أهالي بتقلك إنه
جده وابوه وغيره انه تاخروا بالكلام، فانا تركت الولد. بس اليوم ما هي النظريه الصحيحه، نحن لازم يكون في تدخل بهذا الموضوع حتى لو كان في وراثه بتلعب دور. بالاضافه انه ممكن نشوف كمان الاهمال الزايد للطفل، عدم اندماج الطفل بحياه اجتماعيه فيها تفاعل، فيها لغه، فيها كلام، انعزال الطفل وقت كامل وطويل على العاب الكترونيه او مشاهده التلفزيون. بنشوف الطفل كمان كثير منزوي، هو صار طفل بيستقبل ولكن ما بيرسل، فعملنا عمليه خلل بالتواصل والتفاعل الاجتماعي عند الطفل، تطوير الكلام. فبنشوف اليوم اسباب كثير بتتعدد، اهم شيء انه نحن يكون عندنا مستوى الذكاء طبيعي ويكون عندنا لغه حصيله لغويه صحيحه لحتى الطفل، وطبعا السمع يكون طبيعي لحتى يكون طفل قادر على الكلام والتعبير عن احتياجاته. شو يعني حصيله لغويه؟ حصيلة لغوية يعني المفردات، لما نحن نشوف الطفل انه هو بيعرف يميز الالوان، الاشكال، المسميات اللي حواليه، هي مخزون. كل ما نحن خزننا عند الطفل مفردات كثير، كل ما هو استخدمها لبعدين. نحن بنشبهها اليوم للام مثل انك انت عم تعلمي الطفل وتعلميه لغة جديدة مثل اللغة الانجليزية، كل ما كان عندي مفردات كثير بعدين بلش تستخدم هاي المفردات بكلمات، بعدين بنصير نحطها بجملة لحتى تتكون، تصير عندنا بنية جملة سليمة. هيك نفس الشيء بالنسبة للطفل اللي عم يتعلم اللغة اللي هو اللي احنا بنحكي فيها، بده يعطي مخزون كامل، حصيلة لغوية كاملة من المفردات، بعد هيك ببلش بيستخدمها بجمل، وهي الجمل لازم تكون مترابطة وبيحكي فيها، بيوجه سؤال، بيعبر عن احتياج، هيك تكون اللغة. يعني كثير من الأهالي بيصير عندهم إدراك بالتأخر النطق عند أطفالهم، ولكن ما بيلجأوا إلى المختصين بهذا الموضوع. واللي عنده جرأة أو هلأ صار يمكن أكثر الموضوع سهولة، خلينا نحكي بالخطوات الأولى. لما الأهل بيتوجهوا للمختص، شو التشيكات الأولية؟ يعني مثل ما حكينا أكيد رح نشوف إذا في اضطراب توحد أو إذا في شيء بالسمع أو بالنظر، أكيد نشيك عليهم، ولكن الخطوات الجاية نحن بنقول للأم إمتى بتلجأ لأخصائي النطق؟ لما بتشوفي إنه مفهومية الكلام عند الطفل ما صارت منيحة لعمر تقريبا الخمس سنوات، لأن احنا عمر اكتساب الأصوات للخمس سنين. الأصوات هي الأحرف اللي الأم اللي بتحكي فيها، أنه أنا ابني ما بيقول هذا الحرف أو ما بيقول، هو هذا الصوت. إذا نحن الأصوات لعمر الخمس سنوات ما صار في مفهومية بالكلام، فلازم تلجأ لأخصائي النطق لحتى نعمل نحن شيء اسمه وعي صوتي وفونولوجي لحتى يتشكل عنده الأصوات ويعطي نطق صح. طبعا بكون نحن شيكنا على موضوع السمع وغيره. امتى كمان بدنا نلجا؟ لما نشوف انه الطفل ما بيسرد احداث يوميه، ما بيعمل، بيكتفي بكلمه كلمه، ما بيوجه سؤال، هون بدها تلجا لاخصائي نطق. امتى كمان بدها تتوجه لاخصائي نطق؟ لما بنشوف انه الطفل عنده لثلاث سنين ما حكى ابدا، فهون كمان بدها استشاره اخصائي نطق. هلا الاجراءات اللي نحن بنشتغل عليها انه نحن مقيم العمر اللغوي، يعني اليوم عمره ثلاث سنين، تجي الأم بتقلك إنه أنا مثلاً ما عم بيقول بالكلمة حرف الراء. طب هذا الصوت هو بده وقت ليطلع، بده للخمس سنين، وأحياناً بتتأخر للست سنين. فأنت بدك تشوفي، يعني أحياناً مو بس ملاحظة الأهل ممكن تكون هي اللي جايين مشانها تكون سليمة أو صحيحة. في أهالي ممكن تلاقيهم عم يطلبوا الأكثر، في أهالي حتى مو منتبهين إذا ابنهم بيسمع ولا لا. فهي الشغلات نحن بنشوف، إذا طالما شفنا مظاهر للتأخر، وأنا دائماً بقول للأم شفتي الولد عمره سنتين، قارنتي باللي حواليه وحسيتي انه في تاخر، دغري استشيره لحتى نحن نعمل الاجراءات الصحيحه. اكيد بنفحص السمع، اكيد نحن بدنا نقيم العمر مثل ما قلنا النطقي واللغوي، انه عمره السنتين بيحكي بجمال، قديش بيفهم من الكلمات، قديش هو واصل لمستوى الجمله تبعه. على هذا الاساس نحن بنشتغل اجراءاتنا مشان نحط جلسات علاجيه والام تبلش تستفيد من هي والطفل من هي الجلسات. خلينا نروح للعلاج وجلسات الكورس اليوم. شو بتتبعوا آلية مع الطفل والتدريب كرمال انه يخلص من مشكلته؟ تمام. هلا احنا هون بنكون حددنا اثناء التقييم اذا هو عنده مشكله نطقيه او مشكله لغويه. في حال عندنا مشكله باللغه بتركيب الجمله، فنحن اكيد حنشتغل على موضوع انه نعمل بنيه سليمه للطفل يحكي فيها. يعني هلا بتلاقي الطفل بيجي لعنا بنقيمه بنلاقي انه بيحكي بكلمه وهن بس مسميات، الافعال ما بيعرفها فما بتستخدم بالكلمه بالجمل تبعه، فبلش نعرف الطفل. نعطي مثال عليه يعني. طيب مثلا مثل انه اذا بقول له مثلا فرجي الولد صوره، بقول له شو عم يعمل الولد؟ بيقول لي مي، ما بيقول لي انه عم يشرب مي. فهون نحن بنبلش نعلم الطفل الافعال، يشرب، ياكل، ينام، عم يلعب، حتى بالزمن الحاضر كيف هو كيف يعمله زمن ماضي وكيف يعمله مضارع، فهو يعرف يستخدمه للفعل بطريقه صحيحه لحتى يبني جمله صحيحه. بنشوف كمان اطفال مثلا انه بتقول لك ما بيسرد صح، يعني حتى احرف الجر والضمائر مو موجوده بقلب الجمله تبعه، كمان نحن بنعلم. فبتكون الاهداف العلاجيه محطوطه انه يتعرف مثلا خلال هذا الشهر على مجموعه من الافعال، الشهر اللي بعده بده يستخدم الافعال ضمن جمله مكونه
يعني من 3 كلمات، بعد هيك نتعرف على الصفات، نتعرف على ظرف الزمان وظرف المكان، هي كأهداف لغوية. أما الأهداف النطقية اللي بنشتغل عليها هو نحن نعمل مثل وعي صوتي للأصوات اللي هو عنده خلل فيها، الطفل اللي ما خزنها بعمر صحيح. هون تكون أحيانا مشكلة كمان من البيت، الطفل بيحكي بطريقة مو صح والأم ما بتصلح له للولد الكلمة، فبتتخزن عنده الكلمات بطريقة غلط، فهو ما صار عنده وعي صوتي للكلمات. طبعا. يعني مثلا كلمة كاسة، فهو بيضل بيقولها تاسة والأم ما بتصلح وراه، ما بتسمعه، ما بيطلع معه الحرف. حتى لو ما بيطلع لازم يتعلم الطفل ويخزن الصوت صح لبعدين يبلش يستخدمه. بس بيقولوا انه ما ترجعوا تعيدوا وراه، ما تعيد، لازم نحن هي اسمها تغذية راجعة، هي نوع من انواع العلاج. نحن بنبلش نقول للأم من البداية اعطيه انت الموديلينج تبعه، انت الموديل الصح له للكلمة، النموذج السليم، فانت لازم تعطيه الكلمة صح لحتى يعرف يخزنها. لما بنجي بعدين نعلمه طريقة كيف هو يستخدم النواطق ليعرف الحرف صح او الصوت صح، هون ببلش بيكون انه بيحسن ينطق، يعطي نطق صح. بس لازم يكون مخزن، لازم دائما. والام كثير احيانا بتقول لك انه انا بحب طريقه كلامه وبيحكوا مثل الولد، بس هذا مو شيء صح، لانه لما بتجي لعمر 5 سنين صار صعب انك انت ترجع تصحح الاصوات اللي هو بالاساس ما خزنها بهذا العمر. تمام. يعني عم نشوف كمان ظاهره يعني تراجع النطق بسبب التكنولوجيا، يعني لما الولد بيمسك التاب أو بيمسك الموبايل هو ما بقى برد، ما بقى بيحكي، بيتراجع النطق عنده أو بيتقمص حالة هو حابة، إما بالكارتونز أو بأي فيديوز عم يحضره هو على اليوتيوب. خلينا نحكي عن هاي الحالة، يعني في أولاد كتير مثلا هن بيحكوا لغة عربية فصحى بأصوات هن متقمصين من وراء هالشي اللي عم يشوفوه. شو هاي الحالة تسمى كيف تتعالج؟ كثير نحن بنشوف عند اللي متقيمون يمكن اخطر من تماما، لانه احنا لما بنجي معظم الحالات اللي بيجوا لعنا بنلاقيهم اثناء التقييم بيحكوا لغه فصحى، ما بيحكوا لغه عاديه، حتى انه هن بيستخدموا، بتلاقي انه طليق باللغه الفصحى لانه اخذ من التلفزيون تمام، ومتقمص الشخصيه اللي انت حكيتي عنها، انه مثلا اذا معجب باي شخصيه هو حاببها بالكرتون فهو بيحكي بطريقتها، بس لكن كلامه ما بيكون وظيفي، بيكون هو مجموعه ترديد لكلمات هو سمعها بالتلفزيون وما بيستخدمها بطريقه صح. يعني انت بتسالي عن اسمه ممكن ما يجاوبك، يجاوبك بطريقه ثانيه وبس بلغه فصحى، فهو ما بيكون يعني كلماته اللي كسبها من التلفزيون هي مو شيء وظيفي. طب هذا فينا نقول انه هذا شيء اضطرابي ولا هذا اضطراب؟ طبعا نوع من اضطرابات الكلام، ونحن لازم نشتغل ونبعد عن التلفزيون. قلنا الاساس انه نحن الطفل بيتفاعل، هي اكثر نحن بنسميها المظاهر الشائعه الاخطاء، انه الام بتقعدت الولد على التلفزيون ليتعلم الكلام. التلفزيون مو المعلم الاول للطفل ابدا، بالعكس الام هي المصدر الاساسي والعيله والتفاعل هو لحتى يتعلم. اول شيء نطق الاصوات الصح، لانه نحن بنتعلم النطق من طريقه كيف نحن بتتحرك عضلات الكلام عند الشخص، كيف هو بنمزج هاي الاصوات لحتى يعطي نطق صح. فهي كلها تجي عن طريق التقليد وعن طريق التفاعل، مو عن طريق التلفزيون. التلفزيون هو مجرد انه ممكن بعد فتره من بعد عمر السنه والسنتين هدول نحن بلش نتعرض لحتى يتعلم مثلا الوان اشكال، وحتى احيانا بنشوف اولاد حافظين، تقول لك الام حافظ الالوان بس هو ما بيعرف يدل على اللون، هو حافظهم هيك بس بدون ما يعرف شو بيرمز هذا اللون، حافظ مسميات ما بيعرف شو بيرمز هذا المسمى، فهي بدنا ننتبه كثير منها. حلتها اول شيء نحن الام مثل ما قلنا بنخفف التلفزيون، لما بتحبت شافت ابنها انه مثلا في استجابه لتعليم الارقام، مثلا عم يتعلم الارقام، نحن لازم يشوفهم عن طريق شيء مكتوب، يعرف يحطهم يمثلهم على اصابعه، لما ما تنبسط الام انه بيعد للعشره وهو ما بيعرف شو هذا العدد، ما تنبسط انه هو بيقول ايام الاسبوع وهو ما بيعرف شو اليوم هو اللي فيه، ما بيعرف الالوان. يعني كثير بيجونا اولاد بيسردوا الالوان كترديد بس ما بيعرف يدل ولا على لون المطلوب منه، تمام. فهون نحن لازم الام تتوجه لتعليم الطفل هدول الشغلات اللي هو حابب يتعلمهم من التلفزيون. تمام. نحن عم نحكي عن الطفل بعمر للـ5 سنوات للـ6 سنوات فقط. خلينا من خلال اليوم تجربتك والحالات اللي وصلت للمركز، شو ممكن تكون اصعب حاله انتم ما تعاملتوا معه ولكن ما كان كثير نسبه النجاح مرضيه، يعني كان بسبب تأخير بسبب الاهمال؟ بصراحه يعني اصعب حالات اللي ممكن تكتسب الكلام والاصوات اللي بيكونوا تاخروا بكشف عندهم فقدان السمع او مشكله السمع وتاخروا بتاهيلهم، هدول عم يكون في صعوبه في انه نحن ناخذ النتائج اللي بدنا اياها كنسبه نجاح لتحقيق الاهداف. يعني لما نحن بنطلع لعمر فوق الـ5 سنين والطفل مثلا خصوصا اللي بدهم يركبوا حلزون وبدهم يستخدموا بعدين الجلسات العلاجيه ما بنشوف النتيجه المرضيه اللي نحن بدنا اياها، فهون بنشوف انه الجمل حتكون طولت، سرد الاحداث حتطول عنده، وممكن ما يستخدموا بس الكلمات، هي مشكله بتكون.
تمام. فكل ما تاخرنا بتشخيص الحاله والاهتمام فيها اكيد حيكون في نتائج اقل من اللي احنا بنتوقعه. بالختام عند العلاج في نتائج عم تكون ملموسه طبعاً. على ارض الواقع ولا ممكن تكون طويله الامد؟ ولكن خلينا هيك نطمن طبعاً. اي حدا بالنسبه للجلسات العلاجيه نحن طالما الطفل فات بالعمر السليم وفي متابعه، يعني اليوم اهم شيء يكون في متابعه لهي الجلسات، ما بس نحط جلسات ونعتبر حالنا انه الطفل حيتحسن لانه نحط جلسات، ولازم يكون في متابعه للجلسات بطريقه منتظمه لتحقق الاهداف العلاجيه. قد ايه مده الجلسات بالنسبه لنا؟ نحن الجلسات حسب حاله كل طفل، يعني نحن اليوم بنقول تحسن الطفل بيكون بحسب التزامه بالجلسات وحسب المتابعه بالبيت وقديش اننا عم نستخدموا هي الاهداف ضمن الحياه الطبيعيه تبع الطفل. فاذا كمان اذا مثلا مثل حالات تاخر الكلام تمام، نشوف نحن حسب عمره، يعني اليوم حطينا اهداف علاجيه لعمر مثلا 3 سنين، فهو لازم نحن نخلص الاهداف كلها تبعات العمر 3 سنين صارت عنده موجوده، وبنشتغل شوي على عمر الاربع سنين ليكونوا هو ماشي فيهم فيما بعد تماما، بنأهل حسب كل خطوه. جلسات بتتراوح يعني باليوم بالاسبوع نحن ممكن نعمل جلستين لثلاث جلسات، وهي بتكون كثير مفيده له للطفل لحتى نوصل معه للهدف اللي نحن بدنا اياه. وكيف عم بيكون تجاوب الطفل خلال الجلسات؟ ذكرتي نقطة وخاصة طفل يلي ما كتير كلامه مفهوم، اللي بيبدل بالأحرف الراء، التاء، ما بتفهم شو عم يحكي يعني. تمام، هي ما في مفهومية. هدول يعني بعمر الأربع سنوات ونص أو خمسة، فينا نحن نعتبره اليوم حالة مرضية؟ طبعا، هذا العمر أساسا نحن بنبلش نصحح فيه الأصوات عند الطفل، بس نحن دائما بجلساتنا بنلجأ لأسلوب اللعب مع الطفل. الطفل اليوم هو بيحب يلعب، ونحن هون نقول ليش نوصف اللعب لتصحيح وتعليم الأطفال كثير شغلات. نعم، نحن بنصير نحكي مثلهم. تمام، وهذا يعني غلط. بننزل ننزل على عندهم لعمرهم. هلا نحن ممكن نلعب معهم، ونحن بس نعطي باهدافنا دائما لازم يكون في شغلات نحن بنسميها الاثاره والتشويق والوسائل التعليميه اللي نحن بنشتغل عليها. يعني اليوم بالنسبه للطفل جاي لعندي مثلا يعمل جلسه علاجيه تمام، فهو اول شيء بالنسبه له شو اللي حيكون محبب؟ انه نحن حاطين مجموعه من الالعاب اللي هو حيتعامل فيها وليتعلم منها تمام. مثلا بس نحن دائما بجلساتنا في شيء اسمه تعديل السلوك. تعديل السلوك هو الشيء اسمه الاشراط الكلاسيكي، انه انا مثلا انت بتحكي كلمه بتلعب لعبه، انت بتعطيني جمله صح، فيك مثلا تدق على الطبل اللي انا حاططه تمام. نحن هون بنعمل مثلا كل استجابه من الطفل بنعملها مشروطه بشيء هو بحبه. فهون الفكره ترغيب. الطفل هون شو بصير بده يكرر الاستجابه والسلوك اللي هو عمله الصح والكلمه اللي قالها لياخذ التعزيز اللي هو والمكافاه اللي هو موعود فيها. فهون إلى اسلوب، ونحن بنبلش نسحبها بالتدريج لحتى تصير عند الطفل الكلام عفوي وتلقائي. تمام. ولا الحسن اختصاصية في علاج النطق وتقويم الكلام، بدنا نشكرك كثير. شكرا كثير لك ولا المعلومات اللي قدمتيها. اهلا وسهلا، وصباحك خير على طول. صباح النور.